الأخبار مقال الكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد. المقال جاء بعنوان ريجيني والمتربصون بمصر، من وراء ما يحدث؟ عادت قضية ريجيني لتطل برأسها من جديد بعد فترة طويلة من هدوء الأوضاع وبعد أن عرف الجانبان مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تربطهما منذ آلاف السنين. ولكن أراد المتربصون بمصر وإيطاليا شرا، وأعتقد كما أشار الزميل الكاتب الكبير حمدي رزق في مقاله المتميز خطاب رئيس المخابرات، أن هناك أجهزة مخابراتية أرادت أن تعيد بعث القضية وإشعال النار بين الدولتين بإظهار خطاب مزور منسوب إلى رئيس المخابرات العامة المصرية وموجه إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، وهو من وحي خيال أصحابه. وأضم صوتي إلى صوت الزميل العزيز بأن هناك من يحاول تشتيت المحققين بأدلة مزيفة تزييفا متقنا يتطلب وقتا أطول للتحقيق، ويتعمد خلط الأمور ليحرف التحقيقات التي أصبحت تركز على لندن وجامعة كامبريدج، وهي ليست المرة الأولى التي يريدون فيها إحيائها. فكلما عادت العلاقات وهدأت الأمور كلما ازدادت نيران الحقد والكراهية وبدأ العبث من جديد. منذ الأيام الأولى للقضية تم بذل جهود مضنية من كل الجهات المصرية، البرلمان، النيابة، الخارجية، للتوصل إلى الفاعل الحقيقي. وبدأت الأمور في الهدوء خاصة بعد سفر رجل الأعمال المصري محمد أبو العنين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، الذي استثمر علاقاته في إيطاليا وبذل مجهودا كبيرا في هذا الملف. فطوال العامين الماضيين سعي إلى إظهار الحقيقة من خلال لقاءات متبادلة بين الجانبين المصري والإيطالي، ودعوة رموز بارزة في مجلس الشيوخ الإيطالي لتبادل وجهات النظر وإعلان الحقيقة الخفية عن الجانب الإيطالي. ونجح في إحضار أعضاء مهمين في البرلمان الإيطالي إلى مصر، وأعلنوا أن القصة لا تصدق وأن وراءها أيد خفية تحاول أن تدمر العلاقة بين البلدين، لكنها لن تستطيع ذلك. وعادت العلاقات بين مصر وإيطاليا بقوة بعد عودة السفير، وعلينا الآن جميعا أن نبحث عن من المستفيد من إحياء هذا الموضوع، رغم أن هناك العديد من القضايا والحوادث في إنجلترا وإيطاليا تظل بالسنين قيد التحقيق، وأحيانا لا يتم الكشف عن الفاعل. السؤال لم يعد من قتل ريجيني، فهو ليس اللغز الوحيد في تلك القضية التي أحدثت صخبا كبيرا خلال 730 يوما. اللغز الأكبر والمحير هو من يحاول دائما ويسعى بكل قوة إلى الوقيعة بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة قوية، من يحاول تشويه صورة مصر بتزوير مستندات ووثائق منسوبة لجهة مصرية وتنظيم وقفات وإطلاق شعارات والضغط على المسؤولين الإيطاليين لتتصدر مصر وقضية ريجيني الصورة مرة أخرى في الإعلام الإيطالي. أعتقد من يملك القدرة لفعل ذلك هو نفسه صاحب المصلحة في قتل ريجيني خلال زيارة أكبر وفد اقتصادي إيطالي لمصر بعد 30 يونيو.